نمشي للموضوع الثاني، نمشي للبطاقة الثانية. برهان بسيس، نحكي على صراع الجامعة والوزارة. ياسين العياري، هستيريا التصريحات وتصريحات المضادة. التفاصيل مع برهان. يلا. والله هي في الحقيقة رفيق بوشناقي، إذا كان احنا حبيناه وقدرناه وعملنا سنين طويلة تحت أمرته، فمن أجل الشفافية والصدق في الموضوع هذا بالذات. رفيق بوشناق كان منذ حوالي 4 دقائق في اتصال مع السيد وزير الشباب والرياضه. خلينا نعمل هنا البيت، هاي نعمل هنا البيت. اعطينا من الاول استاذ، مصادري مصادري. هي المشكله توا الجامعه عن طريق سي حامد المغربي تقول انه الفيفا بعثت لنا مراسله تسال فينا بخصوص التدخل السياسي في شؤون الجامعه التونسيه لكره القدم. التدخل هذا اللي كما يعرفوا الناس كل المتابعين خاصه اهل القانون ينجم تنجر عليه عقوبات كبيرة على تونس منتخبا وطنيا وأندية في حالة إثبات هذا التدخل السياسي. خونا ياسين العياري قال نقلا عن السيد وزير الشباب والرياضة أنه الوثيقة هذه ما فماش، ولكن توا يأكد لنا السيد وزير الشباب والرياضة أن الوثيقة هذه بالجد موجودة وتبعثت للجامعة التونسية لكرة القدم على سبيل الاستفسار. وصيغتها بالضبط هي أنه تناهى إلى مسامعنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية أن هناك نقاش في تونس ينجم يقترب ويؤول على أساس أنه تدخل سياسي في الكرة. في الكرة. بالتالي أيتها الجامعة التونسية لكرة القدم اعلمينا كان فما حاجة من هذا النوع. اعلمينا هكا. اعلمينا إذا كان فما حاجة من هذا النوع. أعتقد أنا هو التشكيك في التصريحات، أعتقد أن وديع الجريء وفريقه اللي اليوم شو التصويرة قداش مؤثرة. أنت تحكي وديع يضحك فرحان بيك والله. لا لا لا. فرحان بيك على الأخر. أعتقد والله أعلم. وتوا أخونا ياسين العياري يزيد يأكد، ما هي حرب وثائق في الحكاية هذه. لكن أنا وبناء على المكالمة اللي عملتها أنت رفيق الآن ونقلت لنا إش قال السيد وزير الشباب والرياضة، أنه وديع الجريء يتعرض إلى قصف داخل في عركة كبيرة، معركة غير مضمونة، خاصة كي يكونوا الأعداء قدامك برشا تجمعهم. ما نعتقدش في الظرف الدقيق هذا أنه يجرأ ويصطنع حاجة ماهيش موجودة تبقى مضمونها. وين تنجم توصل الحكاية؟ ولا يندرى فما تدخل سياسي في الأمر أم أن، لأنه سيد الوزير أكد لك زاد رفيق وحنقوله زاد تنقلها أنت، أنه راهو الفيفا ما تعرفش أنه زاد فما تطبيق قانون ماهوش تدخل سياسي. رانا احنا معتمدين على القوانين الرياضيه اللي موجوده اللي تنظم عمل الجامعه وتنظم عمل الجمعيات الرياضيه. كما الناس كل تعرف انه السيد وزير يراهن على قصه الفصل 15. بتيتر سونيا تعطينا اذا كان عندها فكره عليه شنو هذا الفصل 15 اللي يبرر معناها امكانيه انه قرارات الجامعه ينجم يتم الغائها. تقريبا الفصل 15 يتعلق بجلسة عامة تدعى لها الجمعيات بكل اللي تنجم جلسة عامة هي تكون تنقض يعني مسابقة من الجلسة العامة. بالضبط. هذا ديبا مازال محلول. وأعتقد أنا ديما أكدت وعودت أولا وأخيرا هات نسكروه نحن توانسة في بعضنا. هو للأمانة أنت عملت النقل، عملت النقل نتاع الوقاية على الكل. لا لا لا، هذاك هو اللي قلته أنت. كان مفروض يدخل معنا حامد المغربي ناطق باسم الجامعة، ولكن كي لقيته من بعد البارح تكلم ديجا والناس كل حكيت على الحوار نتاعو، دونك خيرت أنه ما يصيرش التدخل. في الأثناء اتصلت بالوزير مشكور، هز تليفون وعطانا الواحد، قلت له سيد الوزير فما الورقة ولا لا؟ أكد لي أنه فما الورقة خلافا لما قالوا ياسين العياري في التدوينة نتاعو. ننقل في الكلام، مانيش ما شفتش ورقة بعيني. الوزير اكد لي انه فما مراسله من الفيفا، وهذا مهم لانه مش كيما يخرج ياسين العياري يقول ما فماش مراسله وديع الجريء قاعد يصطنع في الحكايه، كيما يقول لي وزير راه فما المراسله. ماناش باش نتبلاو على الوزير، ولكن قال لي راه استعملوا كلمه ايبوتيتيك، استعملوا الفكره اللي كلها نتاع المراسله. سمعنا من لي ريزو سوسيو انه يمكن الدوله تدخل في الجامعه، هذا مرفوضه كفيفا. نستناو في تفاصيل، واذا كان ثم تدخل سياسي في الكوره هذا نعرفوه الناس الكل، تتحل الجامعات تتحل الجامعه وتتحل المنتخبات وغيره كذا. قانون الفيفا معروف، ولكن الوزير يأكد أنه المراسلة متاع الفيفا ماهيش مبنية على معطيات
الملف اللي باش تحمله الوزاره وباش تمشي به للفيفا واللي باش تدخل به الوزاره كما كان اكد الوزير داخل مجلس نواب الشعب. دونك الوزير مازال على موقفه، الوزاره مازالت على موقفها، والمراسله موجوده ووصلت للجامعه. هكا ننقلوا الصوره كما هي، ومن بعد نقعدوا نشوفوا قادم الايام شنو باش تحملوا من اخبار. علاش ياسين العياري قال على لسان الوزير زاد انه ما فماش المراسله؟ هل الوزير وقتها قالوا المعلومه هذه وبعد عطاني انا معلومه اخرى؟ ما نعرفش، نترك التأويل لكم من أنتم. المراسلة موجودة ولكن الوزارة ماشية وماضية في القرار انتهى. بلكش بعد تشكيك ياسين الجامعة بعثت النسخة من المراسلة للسيد الوزير. كان عندهم عاد اجتماع مع الوزير، كان عنده اجتماع مع السيد وديع الجري، وأنا متأكدة أنه هز المراسلة. أما شنو اللي يقوله النطق الرسمي باسم الجامعة؟ يقول هذه مراسلة داخلية من نجم ننشروها، ننشروها كان بعد ما نستشيروا الفيفا. اما اكون متاكد ان المراسله مادام الوزير اكد اني موجوده شافها بعينه بعد الاجتماع اللي صار. السيد ياسين العياري نحب انا نعلق، راهو كونك تكون نائب لازم تكون زاده مسؤول، ما تنجمش هكاك جزافا تقول فما وما فماش ولا ويكذبوا كذا. انت طرحت حاجه، كان من المفروض انك بعد ما الشيء اللي قلته والفساد والاتهامات تنتظر ان النيابه العموميه تتحرك وتمدها بالمؤيدات اللي عندك اذا كان عندك مؤيدات، لكن ان يتولي حرب اعصاب نتاع ليه ويكذبوا ما عندهمش والجامعه تبرر الوزير يتدخل ولا والمراسله موجوده، يتولي ذي لا يعني سيد ياسين العياري. احنا انقلنا الصوره كما هي ونقلنا كلام الوزير والوزاره، كلام الجامعه سمعتوه مع حامد المغرب البارح وعملت تصريح اذاعي وتنقلته كل الاذاعات وسائل الاعلام وحتى الصحف اليوم الصباح. الوزاره نعاود ناكد المراسله موجوده، ولكن هذا لا يعني انه الوزاره ستتراجع عن الخطوات اللي ماشيه فيها. يقول لك انا الملف نتاعي نعرفه قانوني، والفيفا ما عندهاش علم بالملف، لا عندهاش علم لا بحكايه الشابه ولا اللي بيصاير والمشكله وغيره وكذا، واللي تراه الوزاره تجاوزات. دونك مازلنا في كنف الحرب ما بين الوزارة والجامعة. معلومة وحيدة، المراسلة جت من الفيفا. نعود بعد الفصل.